المواقع الجديدة دي موجودة في ساحل مدينة الغرداء بالقرب من جزيرة الجفتون وبالقرب من جزيرة مجاويش. الحقيقة طبعا المواقع دي كل موقع بيضم عدد من المعدات الحربية، وتم امبارح اعلان الرسم لافتتاحهم واستخدامهم من قبل مراكز الغوص الغواصين. احنا كنا موجودين طبعا وحضرنا وغطسنا مع الغواصين، وكان الحقيقه يعني الناس في سعاده كبيره جدا. المواقع دي طبعا كانت عباره عن 3 مراحل، المرحله الاولى مرحله الدراسات، والمرحله الثانيه مرحله التنفيذ، والمرحله الاخيره مرحله الافتتاح الرسمي واستخدامهم بشكل نهائي للغواصين. طيب دكتور، يعني كان ايه الهدف وراء افتتاح 3 مواقع جديده للغوص في الغردقه، وتحديدا ال3 مواقع اللي حضرتك ذكرتهم؟ هو الحقيقه طبعا الهدف الحفاظ على الشعاب المرجانيه بشكل رئيسي، لانه الشعاب المرجانيه هو النظام البيئي اللي في العالم اللي بيتاثر بشكل كبير جدا بالتغيرات المناخيه، وبيتاثر بيه الانشطه البشريه المكثفه. مواقع الغوص الموجوده عندنا في البحر الاحمر نتيجه لزياده عدد الغوصات عليها اللي بتتعدى 200,000 غوصه في السنه. وطبقا للدراسات اللي اعدت انه الغوص الامن على مواقع الغوص يجب ان لا تتعدى 20,000 غوصه، فاحنا عندنا زياده مكثفه على هذه المواقع.